فعلا كان في كده زي ما بيقولوا فورورد او نكته كده على التليفونات كانت بتقول لك انها حقا ثوره الفوازير. ومن ضمن الفوازير اللي احنا عايشينها بقى دلوقتي داخلين على اسبوع هي حكومه الانقاذ الوطني. طبعا مهمه مش سهله خالص، حكومه جت في ظروف صعبه جدا، حكومه تولاها ايضا شخصيه يعني اتفق عليها البعض واختلف عليها ايضا البعض، ولكن في الاخر ماذا بعد؟ ما هو المتوقع من هذه الحكومة نهائيا؟ الإعلان الأسامي التي تم الإعلان عنها، هل الأسامي دي ستقابل بالترحاب أم لا؟ هل فعلا الحكومة دي هيكون لها تأثير أم لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذه الفقرة الخاصة جدا عن آخر أخبار التكوين والتشكيل النهائي لمجلس الوزراء والحكومة الجديدة. وهيكون معنا في هذا الشأن أحد المتخصصين في الموضوع، وهو الأستاذ منصور كامل، الصحفي المصري اليوم ومتخصص في شؤون مجلس الوزراء. يعني هناخد منه بقى الكلام المفيد. صباح الخير. صباح الخير استاذ منصور. صباح الخير. يعني احنا لسه بنتكلم على حكومه لقت رفض قبل ما يعني يتم الاعلان عن التشكيل اللي موجود فيها، بس عايزه اعرف ملخصا كده الوزراء ال 28 وزير اللي لحد دلوقتي طرح اساميهم اختيروا على اساس ايه؟ ايه المعايير اللي تم اختيارهم عليه؟ والله هو الدكتور كمال الجنزوري لما بدا يتولى المسؤوليه وتم تكليفه من قبل المجلس العسكري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الأول إنه دي حكومة فعلا تأتي في ظروف صعبة وظروف في غاية الصعوبة اقتصاديا وسياسيا. احنا في مرحلة تحول من ما بعد الثورة إلى مرحلة التحول الديمقراطي والانتقال السلس إلى السلطة، فكان لابد من أن الدكتور الجنزوري يركز في اختياراته على شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية. هو منذ أن جاء أعلن أنه يريد حكومة بها نسبة من الشباب، بها قيادات وكفاءات، خاصة في الجانب الاقتصادي، لأن الملف الاقتصادي الدكتور الجنزوري يركز عليه تركيزا كبيرا، وبالتالي هو أراد أن يعيد هيكلة الجهاز الإداري للدولة من خلال عودة مسميات لبعض الوزارات التي كانت تم إلغاؤها وإعادة بعض القطاعات التي كانت دمجت في قطاعات أخرى. يعني كسبيل المثال هو أعاد وزارة التموين والتجارة الداخلية مرة تانية بعد ما كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية. التأمينات كانت مندمجة في قطاع وزارة المالية فتم إعادتها كوزارة مستقلة هي وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية. لكن المشكلة زي ما حضرتك قلت في الاختيار كان فيه مشكلة كبيرة جدا، وده اللي يمكن أجل تشكيل الحكومة والإعلان النهائي عنها، لأن أكثر من 12 يوم ماراثون من المشاورات والمفاوضات واللقاءات شهدناها مع الدكتور الجنزوري في وزارة التخطيط ومعهد التخطيط. قوبل احيانا العروض التي كان بيعرضها الدكتور الجنزوري على مرشحين بالرفض، ناس كثيره رفضت تولي المنصب في هذا الظروف، واحيانا اعتذارات، فكان بيضطر الدكتور كمال الجنزوري يرجع للبديل الثاني او الثالث. وكمان توقف عند النقطه دي يا فندم، بينما انا زي ما قلت ما عنديش اي حد، انا معايا ضيف متخصص في شؤون مجلس الوزراء، يعني المفروض يكون عندك ايه اخبار يعني مش عند حد تاني. عايز اعرف مين اشهر الاسماء التي اعتذرت عن الوزارات؟ يعني هو مش سرا يعني الدكتور معتز بالله عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف كان من ابرز الاسماء كوجه شاب كان ممكن يدخل الحكومه دي، ويعني كان المفروض ان هو يتولى وزاره الشباب والرياضه او احد او اي وزاره اخرى، لكنه رفض تولي المنصب. الدكتور عمرو الشوكي برضه رفض. بعض الاسماء الكبيره رفضت، خمسه من مرشحين الرئاسه عرض عليهم الدكتور كمال الجنزوري تولي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسيه والتحول الديمقراطي، هذا المنصب اللي كان بيتولاه الدكتور علي السلمي في وزاره الدكتور شرف ورفضوا ايضا. بس هذه يعني كانت حركه دبلوماسيه ذكيه، اسمها هذه حركه دبلوماسيه ذكيه، يعني بمعنى ان يعني المفروض ان طبيعي اي حد يعني حتى لو ما عندوش خبره فظيعه هيقول لك ان ما هو طبيعي هم مش عايزين يحرقوا نفسهم، فاكيد لما تعرض عليهم اي منصب حاليا مش عايز يحرق نفسه. بس احنا خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، انه كل الناس بتتكلم على انتقادات الحكومه سواء السابقه او حتى حكومه الدكتور الجنزوري قبل ما يتم تشكيلها، في انتقادات كبيره لاداء الوزراء والناس بتطلع تتكلم وتقيم اداء الحكومه، ولما بيجي تعرض على حد منصب زي منصب وزير في هذه الحكومه بيرفض. طب ما دي المسؤوليه الوطنيه اللي احنا بنطالب بها الشخصيات العامه، يعني طالما انت ترفض ان تتولى مسؤوليه وزير في هذه الظروف الصعبه التي تعيشها البلد، طب امتى هتقدم للبلد؟ المرشحين اللي رفضوا على اساس ان هي حكومه انقاذ او حكومه مؤقته، ولا رفضوا لشخص دكتور كمال الجنزوري؟ لا طبعا، بص حضرتك الدكتور كمال الجنزوري يعني لابد ان يعني نكون هناك اتفاق على انه شخص يتمتع بالعديد من المزايا
أي نعم، هو ممكن يكون هناك بعض الإخفاقات في المشروعات القومية خاصة زي توشكا وشرق العوينات حسبت عليه، وإن كان هو بررها وقال إنه المسؤولين في النظام السابق أرادوا أن يسقطوا الدكتور الجنزوري فأسقطوا مصر بعدم استكمال هذه المشروعات. بس ما نقدرش نقول ان في اتفاق عام، لازم نقول ان لا في اختلاف. اي شخصيه حضرتك هتتولى منصب رئيس الوزراء، اي شخصيه سواء الدكتور جنزوري سواء الدكتور البلبي سواء الدكتور عصام شرف او غيره، لابد ان يكون ناس متفقه وناس مختلفه. لكن خلينا نشوف هو عايز ايه برنامجه، ايه برنامجه للفتره الحاليه، هيقدم ايه لمصر في الفتره اللي فيها ظروف صعبه، ظروف امنيه وظروف اقتصاديه وظروف سياسيه. ده الاهم، احنا مطلوب من الدكتور جنزوري خطوات اصلاح سريعة. الاقتصاد المصري يتراجع، الاحتياط النقدي انخفض من 36 مليار دولار لأقل من 20 مليار دولار في 19 بعد الثورة، الصادرات بتاعتك قلت، فرص العمل قلت، الناس كانوا شغالين في السياحة وأصبحوا عاطلين. وعشان كده هي من أولويات، وهو زي ما قال الدكتور كمال جنزوري وصرح في أكتر من لقاء أن أولويات هذه الحكومة هي الأمن والاقتصاد. هي حكومة بالمقام الأول لها أجندة واضحة. يعني حضرتك نتكلم يا فندم على اسم الوزير المرشح او المحتمل لوزارة الداخلية. انا كنت متوقع. هو ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ بجد ده يعني اصبح لغز محير، من هو الذي سيتولى حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الدكتور؟ هو في كلام ان خلاص هو عرف بالفعل او يعني تم تحديده بالفعل، ولكن لم يتم الاعلان عنه لدواعي امنية. انا يعني انا اختلف حتى او غير مقتنع بالمبررات التي ساقها الدكتور الجنزوري في تأخير الاعلان عن اسم وزير الداخلية، وزي ما قال اسباب امنية. اسباب امنية هو انت خايف يقتال؟ ده وزير داخليه هو المسؤول على الامن، يعني ايه المشكله انك تتلني عنه قبلها باسبوع ولا اثنين؟ بس هي المشكله اكبر من كده، مشكله في عدم يعني وجود اسم او وجود شكل لوزاره الداخليه يتم الاتفاق عليه. بمعنى انه كان مطروح الاول او طرح انه يبقى الوزير منصور العسوي في وزاره الداخليه ويتم تعيين اثنين نواب ليه، وده منصب يستحدث في وزاره الداخليه، ويكون ده الهيكل الاداري لوزاره الداخليه الفتره القادمه. طبعا في اعتراضات على اللي هو منصور العسوي، فكان لابد ان هم يفكروا في الحل الثاني، ان هم يشوفوا وزير قادر على اداره هذه الوزاره في الفتره الصعبه دي. الدكتور كمال الجنزوري التقى باللواء عبد الرحيم الاداوي، ده مساعد الوزير للامن العام، والتقى باللواء محمد ابراهيم يوسف، وده مساعد الوزير السابق للشؤون الاقتصاديه وكان مدير امن الجيزه، واجرى اتصالات او مشاورات مع اللواء محمد جمال الدين مساعد وزير الامن العام، وطرحت اسماء زي عبد الله الوتيدي، وطرحت يعني اسماء يعني في اسامي كثيره، يعني مش هنفاجئ النهارده اللواء منصور العيسوي هيستمر في لا انا ما اعتقدش انه هيستمر، هو في واحد جديد هيجي، بس احنا الى الان احنا مش عارفين. حتى المباريات اللي سقط الدكتور الجنزوري لتاخير اعلان اسم الوزير غير مقنعه، ربما يعني تكشف حجم الخلاف على اسم هذا الوزير. يعني تبدأ بسخرية شديدة. حضرتك ذكرت ان في 5 من المرشحين للرئاسة اتعرض عليهم منصب نائب رئيس الوزراء ورفضوا. يعني مظبوط. طب ده معناه ان النهارده مش هيتم اعلان؟ لا، هو المنصب الغي، يعني الغي هذا المنصب. كان في كان في طبعا نائبين لرئيس الوزراء في حكومه شرف، نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ونائب لرئيس الوزراء للشؤون السياسيه. طبعا الدكتور الجنزوري بصفه رجل اقتصاد مش هيجيب نائب اقتصادي، فكان بيدور على نائب لرئيس الوزراء للشؤون السياسيه. عرض المنصب على 7 مرشحين، منهم 5 من المرشحين للرئاسه، ورفضوا هذا المنصب، وبالتالي هو لغى هذا المنصب. واعتقد ان الدكتور الجنزوري سايب الملف السياسي، وقال امبارح تحديدا ان الملف السياسي خلاص حسم، وانه في مرحله تحول ديمقراطي، انتخابات برلمانيه ويليها انتخابات رئاسيه ووضع دستور، وضع دستور ثم انتخابات رئاسيه، وبالتالي الملف السياسي محسوم في جدول الزمني. وقال انا عايز اركز على الاقتصاد والامن، لانه دول اللي هم رجل الشارع واللي هم مصر في الفتره اللي حاليا. اعلن الدكتور جمال الجنزوري برضو ان في ضمن تشكيله الجديد هناك مساعدين، 7 مساعدين شباب لرئيس للوزراء، ويمكن هخص يعني من اهمهم مساعد لوزاره الصحة، مساعد لشؤون الإعاقة والحالات الخاصة وآخر لشؤون العلاجية، مساعد وزارة الصناعة وشؤون الصناعات الصغيرة. السؤال هو هل وجود هؤلاء المساعدين ده إرضاء لشباب الثورة كما يطلق عليهم يعني، ولا هو حاجة هتغير أو مش هتغير، ولا إيه بالظبط؟ بالظبط حضرتك زي ما قلت، إن هو أولا الدكتور كمال الجنزوري في بدايته قال إن أنا عايز أجيب 30% من الوجوه الشابة تكون موجودة في هذه الوزارة. هو كان بيقصد بالوجوه الشابة يعني اللي هي أقل من 45 سنة.
كان عايز يستعين بحوالي مثلا نقدر نقول 7 أو 8 وزراء في الوزاره دي كلهم من وجوه الشباب. طبعا العمليه في الوزاره نفسها لم تتحقق لصعوبه ان هو يلاقي اشخاص مناسبين او لصعوبه او بعض الاشخاص زي ما قلنا ان هم رفضوا يتولوا هذا المنصب في الفتره دي وشايفين ان هم مش عايزين يحرقوا نفسهم سياسيا باللغه الدارجه يعني او العاميه. لكن هو بعد كده لجأ لفكره ثانيه ان هو يجيب وزراء شباب وطرحوا اسمائهم من الشباب اللي هم في التحرير مساعدين للوزراء فاستعان ب7. هذه الاسماء رشحت لها من قبل الائتلافات التي قابلها الدكتور الجنزوري خاصه المعبرين عن ميدان التحرير او الممثلين له. فهو هيعين 7 في وزاره الشباب ووزاره الصحه ووزاره الصناعه والتجاره ووزاره البترول. وزاره الاعلام. الاعلام. الهم الكبير اللي سمعنا طبعا ان تم الترشيح ليها اللي هو احمد انيس اللي هو كان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون في السابق. سمعنا على مدار سنين اكتر من مره ان هيتم الغاء وزاره الاعلام وان هي يعني هتحول لفقط اتحاد. تمام. ليه ما حصلش ده في حكومه هو التفكير؟ هي اختفت برضو يعني هي كانت لها فتره كده اختفت. مظبوط. ورجعت تاني. مظبوط. يعني نعود شويه لورا. لما الدكتور عصام شرف تولى المسؤوليه اول حاجه عملها قال ان احنا مش هنعمل وزاره اعلام وهنعمل بعد كده فيما يسمى بمجلس امناء يتولى اداره هذه الوزاره وما يتبعه. ووجدوا انه الفتره دي اللي كانت عقب الثوره مباشره حصلت مشاكل كبيره اداريه وماليه وفنيه واعتصامات واضرابات وفكره ان وجود وزير كان لابد ان هم يرجعوا فيها تاني انه يبقى في وزير مختص بحل هذه المشاكل. وتم طرح عده اسماء جاء طارق المهدي وجاء بعديه اسامه هيكل وكان المشاكل ما زالت مستمره في وزاره الاعلام. اسامه هيكل طبعا يعني هو راجل يعني في ناس كانت مؤيده وفي كانت ناس معارضه لاسامه هيكل، في اعتراضات من شباب التحرير، في اعتراضات من بعض الائتلافات عليه، فكان لابد ان المجلس العسكري بعد ما كان الدكتور جنزوري مقرر انه يتم استمراره في الوزاره هو وزير الزراعه تراجع على الفكره دي وقال ان وزير الزراعه وزير الاعلام خلاص يعني مش هيكملوا معايا. فانا عايز اقول لحضرتك حاجه فيما يتعلق بملف الاعلام. ملف الاعلام هو ملف مهم جدا ولكن وجود او الغاء الوزاره دي مرحله صعبه شويه لان احنا لابد يكون عندنا وزير يتولى اولا الامور هيكله الماليات وهيكله الاداره وهيكله اداريه وماليه وفنيه. عندك قنوات كتيره، عندك عايزه تعملي دمج، عايزه تعملي هيكله. طب هنقول ان هو اضطراري. طب اختيار اللي هو احمد انيس قد يكون مظبوط اللي هو احمد انيس ليه اختيار يعني هذا الاسم تحديدا جاء على اي اساس؟ والله انا اللي اعرفه من الكواليس انه قبل هذا الاختيار انه الدكتور كمال الجنزوري كان مصر على تغيير وزير الاعلام الحالي او السابق دلوقتي اللي هو اسامه هيكل وطلب وتشاور مع المجلس العسكري في هذا الموضوع وانه المشير طنطاوي اداله حريه الاختيار. فكان بيفاضل ما بين اثنين، يا اما هو يجيب استاذ اكاديمي من كليه الاعلام او يجيب احد قيادات التلفزيون لتولى هذا الموضوع اللي ينتميت لاحد المؤسسات. طبعا تجربه الاستعانه باستاذ اكاديمي فشلت في التلفزيون مع الدكتور سامي الشريف، فهو برضو خشيه من تكرار هذه الماساه مره ثانيه انه يجيب احد الاساتذه الاكاديميين في الاعلام فيتولى وزاره الاعلام فتحصل مشاكل ثانيه، ففكر في الاستعانه باحد القيادات. كان مطروح اللي هو احمد انيس، وكان بيفكر برضو في بعض القيادات الثانيه يمكن لم نعلن اسمهم، بس هو التقى باللواء احمد انيس مرتين وفي المرة الثانية تم تكليفه بالوزارة. طيب خلينا نروح على طول على رد فعل الناس بقى سواء على مستوى الشارع او على مستوى الصحفيين وزملاء حضرتك. يعني هل قدرت تلمس هذا رد الفعل في بداية الاعلان عن هذه الاسماء الى الان؟ يعني والله هو الناس في البداية متحفظة تحفظ شديد على عدد الوجوه القديمة التي بقيت في وزارة الدكتور كمال الجنزوري. هناك 12 وزير من حكومة الدكتور شرف مستمرين في هذه الوزارة. يعني الوزارة عندنا تتكون من 28 وزيرا، منهم 12 موجودين من الحكومة السابقة ومنهم 2 من ال 12 موجودين من عهد النظام السابق من عهد الرئيس المقلوع حسني مبارك اللي هم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وعشر وزراء جم في حكومة الدكتور شرف. أنا الأسماء أعتقد أن هي أعلنت ومعروفة للناس كلها، فكان في تحفظات كتيرة على وجود هؤلاء ال 12 وزير. حتى أن الجنزوري في بدايته قال أن أنا هجيب 5 أو 6 وزراء بس، وبعد كده طبعا لصعوبه الاختيار والاعتذارات اضطر ان يستعين ب 12. فدي يمكن كانت النقطه المحسوبه. ايضا الثقه للشخصيات اللي جايه مش كبير قوي، يعني ما عندناش شخصيات يعني ذات ثقه ذات لها باع خبرات كبيره، ممكن يكونوا يعني برضه ده مسار اعتراض من بعض الشباب من بعض الصحفيين من بعض المتابعين.